أهلا بكم. توقعت اللجنة المالية البرلمانية في العراق ارتفاع نسبة العجز في الموازنة المالية لعام 2020 إلى 72 تريليون دينار، وارجعت اللجنة زيادة العجز إلى سوء التخطيط وصرف الكثير من الأموال دون الرجوع إلى الموازنة، فضلا عن امتناع كردستان العراق عن تسليم وارداته من النفط إلى بغداد. ولفتت اللجنة إلى أن العجز سيزيد الأعباء على حكومة عبد المهدي، وقد يضطرها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيزيد من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق. قالت حكومة كردستان العراق إن بغداد تقتطع من حصتها في الموازنة العامة، وذكرت الحكومة في أربيل إن حصتها في الموازنة العامة تبلغ نحو 13 تريليون دينار، فيما أرسلت بغداد خلال العام 5.44 مليار دينار فقط، مبينا أن هذا المبلغ المقتطع من حصتها يفوق بكثير قيمة بيع 250 ألف برميل من نفط كردستان العراق يوميا، مشيرا إلى أن بغداد تقتطع سنويا 7.5 تريليون دينار من حصة كردستان العراق من الموازنة العامة. أعلنت شركة أبوظبي للطاقة ارتفاع إنتاج النفط في حقل أتروش بكردستان العراق ليتجاوز 1 مليون برميل شهريا في تموز. وأضافت الشركة أن الحقل الذي دشن العمل به في تموز 2017 تجاوز إجمالي حجم إنتاجه الشهري 1 مليون برميل من النفط. وكانت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بدأت بإنتاج النفط من الحقل بعدما حصلت على الموافقة عام 2013، وبيّنت أن الطاقة الإنتاجية تصل إلى 30 ألف برميل يومياً. اتهم رئيس كتلة النصر النيابية النائب عدنان الزرفي البنك المركزي العراقي بإطلاق بطاقات سفر لشركات لا تملك مقرات أو تسجيل في العراق. وقال النائب عدنان إن البنك المركزي العراقي يعلن في موقعه إطلاق بطاقات السفر الإلكترونية لشركات لا تملك أي مقرات أو تسجيل في العراق. وأضاف الزرفي أن من بين تلك الشركات شركة ماستر كارد وفيزا كارد، متسائلا أين ستذهب إدارة البنك المركزي باقتصاد العراق. قالت وزارة الزراعة في العراق إنها فتحت استيراد محصول البطاطا لسد حاجة السوق المحلية. وأضافت الوزارة أن القرار شمل كافة المنافذ الحدودية في ضوء وفرة وشحة المنتج المحلي وإيجاد توازن في الأسعار وبحسب الرزنامة الزراعية. يذكر أن وزارة الزراعة كانت قد أعلنت في وقت سابق حظر استيراد 14 مادة من المحاصيل الغذائية. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.